مرحبا بشري. اهلين. ميساء شو بدك فيها؟ اجا واحد لعنا على الدكان اسمه رياض عاوزه. رياض؟ من وين رياض؟ في سيدنا. يا فرحتي في لك وين رايح؟ لا تخاف ولد ولد. شو بدك فيها؟ شو بيعرفني بجوز رفيقة؟ شو رفيقة يا حبيبي؟ ايه لك رفيقة رفيقة مدرسة ومبين عليك كثير مسكين هو. انا مو ناقصني لك كمان هذا رياض بتترك من ايدك. شوفي 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 فوت على غرفة تاكلين فينا بكفينا. حلالك اسماعيل تضرب انت ومرتي. شفتي؟ ولا الحيوان يا بدمي؟ تجيني منو هذا يا زولين؟ نسينا شاب معطر يا ابو طمزه صدقني. هذا معطر ولا مو معطر؟ مش بشوف مرتي؟ ما اجى على البيت، راح لعند ام هاني على الدكان. وشو الفرق؟ اذا راح لعند ام هاني على الدكان ولا اجى لهون، المهم عم يشوف مرتي من ورا ظهر. اجى رجع لي كتاب البكالوريا شو خربت الدنيا. انت اخذت له كتاب ما اجى ما اخذت له اياه، بس بعته ام هاني بتجيب لي. وهذا كتاب ايش هذا؟ كتاب الادب تبع بكالوريا. اتركي من ايدك، اتركي من ايدك، تشوف؟ اتركي. بكي. ما بعرف. ما بتعرفي؟ قلت لي ما بتعرفي. سري ايدك الانسه الغاليه ميساء. اسمع عفيف اسمع. عم بسمع. بنتي كاتب لك توقعات سهري انت دغري قبلت. قلت لي توقعات. قلت لي اسمعي لكان اسمعي. اكتب لك هذه الرساله ردا على رسالتك الغاليه التي ارسلتيها لي مع هاني. لا حبيبي هلا هاني صار مرسال الغرام تبعك. طيب يا ابو طمزي بركي ميساء بعثت له توقعات اسئله الفحص. لا تظلمها. عم بظلمها انا عم بظلمها. اسمع لك لقد تمزق قلبي وانفعلت كثيرا عندما قرات في رسالتك ما تعانين بين فكي الوحش الذي فرق بيننا. مين وحش بنا؟ انا وحش. يا ابو طمزه فشت خلق خلاص افرطها. اسمع لك اسمع. اقدر لك تقديرا عاليا تمسكك بالعهد الذي قطعناه على نفسنا ذات يوم بالوفاء لبعضنا البعض. وقد سرني كثيرا ان ذلك العجوز الارعن لم الله يخرب بيتك على الفضيحه. لك شو حكيتي لو كل شيء يخرب بيتك. خلاص خلاص ابو طمزه خلاص هلا بينبق لك شيء شغله. قومي طول بالك افطمزة طول بالك خلاص خلينا نحل الموضوع بيناتنا. حاجة فضايح فضحتونا قدام العالم عين. حاجة فضايح ما هيك؟ زعلت امي بتبعني. سامحة ابو طمزة شغل مراهقين. ابو طمزة خلاص الزراعة بدقني انا بتعهد لك يا انه ما تتعيدها وهي بوسة من شواربك. طول عمرك الهي شو بدك؟ هي الرسالة بتضل بجيبتي وإذا بتحوصي معي هيك ولا هيك يا ويلك يا سواد ليلك.